عندي كيلو دقيق، نص كيلو سمن، ده معيار ثابت على فكرة، والدقيق اللي بنستخدمه دقيق فاخر أو دقيق الكحك والبسكوت. طيب، ربع كوباية من اللبن، نص كوباية سكر بودرة، كوباية مية، وأنا مش عايزة أضيف لبن زيادة عشان ما ننشفش العجينة، فالمية أفضل. طيب، عندي كمان معلقة كبيرة من الخميرة، معلقة ونص صغيرة بيكنج باودر، معلقة كبيرة ممسوحة ريحة الكحك، معلقة كبيرة سمسم، فانيليا ورشة ملح، وللتزيين سكر بودر. طيب تعالوا بقى، أنا هركبهم على بعض وأسأل حضرتك التكنيك بتاعه إيه. بحب أخلط زي ما قلنا السمن مع السكر شوية لحد ما يبقى خليط كريمي كده حلو يديني المعيار، وقلنا السمنة تبقى مبردة علشان خلينا ناخد الاسباتشولا افضل للي عايز. بصوا الكحك كده، نبص عليه، بصوا الكحك اهو ماشي على راحتكم، ده اللي بالبيكنج باودر ماشي. تسلموا حبايبي، شكرا، فكروني بس. طيب السمن كده، ادي السمنه و السكر بودره، ونضرب دول مع بعض. شوف الغطا بقى، لا ده هي الغطا اهو، هشوفه. خليني اخد ده، معلش ارفع ده بس كده ثانية واحدة عشان ما يبهدلش الدنيا بس، ونزل بسم الله. ما انا بس بجرب، او انا حاطه ايه الفيشه بس عادي، بس خلينا نحطها نحط بس الفيشه في ظل الايه 5000 فيشه اللي احنا حاطينها. بسم الله، يلا الفوا ازاي يا حبيبي، عايزه عليك كده. لا ليه، هي الكهرباء بس فاصله من بره، ولا هضايق نفسي خالص، يلا ولا هزعل نفسي عشان ما نضيعش وقتنا. يلا خلينا ناخد بقى ده، ويلا بسم الله نديها. نضرب الكميه كلها زي ما عملنا في التاني بالظبط، سكر بودره والسمن، لما يبقى الخليط يفتح معايا خالص ويبقى كريمي ناعم. كده تعالوا بقى، هاخد شوية سمسم جوه العجين، معلقة كبيرة، وتعالوا بقى بعد ما عملنا كده نفس الفكرة، هاخد ريحة الكحك، ادي ريحة الكحك على الدقيق، وطبعا عندي هنا الخميرة لازم احط معاها معلقة سكر اهي، واصب معاهم مية علشان اسيبها تخمر شويه وادوبهم كويس قوي، واسيبهم لما يخمروا، دول هضيفهم في الاخر. خلاص نقلبهم كويس جدا، ونخلي كميه الميه الاخيره اللي هحتاجها في الزياده على الكحك تبقى ميه مش لبن كده، وادوب كويس قوي واغطيها تخمر بس وتتقل. وهنحط طبعا نص معلقه البيكنج باودر
اهي كده، وحطينا سمسم في العجين، وهحط رشه ملح خفيفه اهو. هنقلب بقى ايه، انا خلاص هنا قلبت العجين، هي الخميره مع السكر وشويه ميه، وغطيتها هنا شويه، سايباها هنا في الطبق التاني ده تمسك نفسها شويه او تختمر وتعلى معايا، وده انسب طريقه ما ضيعش بيها الوصفه لو لا قدر الله الخميره دي ما كانتش مظبوطه. دلوقتي بقى انا هضيف هنا كده، هنا هحط، حاضر هحط ده كده، وهحط فوقه يعني بعد ما اعجن شويه معيار الخميره اللي احنا عملناها بالايه؟ بالسكر.